حسام فلاح، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين. النهاردة اجتمعنا احنا والقوى الثورية زي احزاب مصر القوية و6 ابريل الجبهة الديمقراطية لإعلاننا رفض تبريء مبارك من الجرائم اللي ارتكبها والمحاكمات الهزلية اللي اتحاكمها على من خلال 40 جلسة محاكمة في الآخر تدي عن جرائم 5 فلل من حسين سالم وقتل المتظاهرين في خلال 18 يوم وإغفال كل الجرائم اللي ارتكبها نظام مبارك خلال 30 سنة من تجويع وإفقار وتجهيل للشعب وخناق اقتصادي أدى لانتحار مئات من المواطنين وغرق العبارة السلام 98 ومئات الضحايا ولا مبالاة النظام بالفقراء والشقيانين وتشريد العمال وتجويعهم وإصدار قوانين عمل في الخفاء بدون أي حقوق للعمال وكلها تصب في مصلحة رجال الأعمال اللي النظام بيخدمهم في الآخر. كل الجرائم دي تستوجب إعدام مبارك، ولكن طبعا القضاء قضاء مسيس وقضاء بيخدم السلطة في الآخر وهو زرع من أزرع السلطة لقهر وظلم الشعب والقضاء على الثورة. واحنا مش بنعول على احكام القضاء ابدا، احنا الحل الاول والاخير اللي شايفينه ان الجماهير الثوريه هي اللي تعلق المشانق لاعداء الثوره ونظام مبارك ونظام السيسي، والسيسي عمره ما هيحاكم مبارك على جرائم هو نفسه بيرتكبها لان السيسي مجرم زيه زي مرسي زيه زي مبارك. من خلال المؤتمر بتاعنا وتنسيقنا مع بعض هي الحركات والأحزاب اللي كانت حاضرة بس التنسيق، وهيضم علينا أو في اتجاه للتنسيق مع أحزاب زي العيش والحرية وعلى بعض وحزب الدستور على بعض المطالب الديمقراطية زي المطالب دي، طبعا غير مطروح أبدا بالنسبة لنا حاليا التنسيق مع الإخوان المسلمين ككيان إخوان مسلمين. طبعا احنا بنطالب بالحرية لكل المعتقلين ويعني حوالي 90% من المعتقلين هم معتقلي التيار الإسلامي من ضمنهم جماعة الشباب وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. احنا بنطالب بالحرية للجميع، في حوالي 42 ألف معتقل في سجون السيسي، احنا بنطالب بالحرية لهم مهما اختلفنا معاهم، ولكن ده لا يعني أبدا ان احنا بننسق مع الإخوان ككيان سياسي. اولا طبعا احنا اعلنا النهاردة رفضنا للحكم ده، واحنا طبعا مش بنعول على القضاء ابدا، احنا هدفنا الوصول للناس، بدون الناس احنا اسمنا معارضة ما اسمناش ثورة، علشان كده احنا شايفين ان النزول للناس على مطالب اجتماعية واقتصادية وحملات مطلبية مصغرة في الشارع نوصل للناس صوتنا ونعرف للناس، مش مطلوب من الناس ابدا ان هي تحب الثورة او تنتمي او تقف في صف الثورة لان الثورة الطاهرة النقية، لا، المفروض هم يؤمنوا بالثورة لان الثورة هي اللي هتحقق لهم العدالة الاجتماعية، هي اللي هتحقق لهم عيشة كريمة، هي اللي هتحقق لهم هتخليهم يتعالجوا كويس، هو اللي هتخليهم يتعلموا كويس ويعيشوا كويس. مطلوب من الناس عشان الناس تفهم كده، مطلوب مننا ان احنا نشتغل بجد الايام اللي جاية دي، مطلوب شغل اكتر بكتير قوي من الايام اللي فاتت، ولازم نبص الاخطاء السنين اللي فاتت والتكتيكات الغلط اللي كنا بناخدها ونتبع تكتيكات جديدة تخدم الثورة بجد، وزي ما قلت الثورة هدفها الوصول للناس، بدون الناس احنا اسمنا معارضة، علشان كده هدفنا الاول هو الوصول للناس، وزي ما قلت لك عن طريق الحملات والفعاليات حسب المتاح. اولا القضاء هو جزء من الطبقة الحاكمة اللي بتحكم، هم ورجال الاعمال وقيادات الجيش وقيادات الشرطة ومجالس الشعب اللي بتطلع لهم قوانين، القضاء كده كده بيحكم بقوانين حطها نظام مبارك بنفسه، عشان كده طلعهم براءة. القضاء جزء من النظام، القضاء مش لا هو محايد ولا نزيه، القضاء قضاء السلطة، القضاء عبيد للسلطة زي الهتاف الشهير، وده حكم بينضم القائمة طويلة قوي من الأحكام القذرة للقضاء.
من ضمنها الأحكام على معتقل الشورى والأحكام على بنات الأزهر طلبات الأزهر والقصر اللي اتحكم عليهم من سنتين لخمس سنين 78 قاصر. كل دي لسه طويلة تنضم لجرائم القضاء، والمفروض الموجة الثورية اللي جاية يكون القضاء على لستة المحاسبة الثورية من ضمن أعداء الثورة.